خويا هي القصة طويلة، يعني أنا غنحاول نختصر عليهم باش نحاول نوصل الفكرة كيف ما هي، ونوصل أنا شنو كنت تعرض، وأنا يعني ما عرفتش، قسما بالله كاملة كنت ترعد ما قدرتش نهضر، ولكن غادي عرفتو خايفة بزاف، قسما بالله العلي العظيم خايفة بزاف، ولكن صافي خاصني نهضر حيت حياة هاد الوليدات وحياتي أنا ولات في خطر، فهمتينا خويا علاش خاصني نهضر؟ شو وقع لي المشكل؟ حياتي كلها عادة مع السيد، فعلا فيه ميزات زوينة، هو أنهم هلي فيا واكلة شاربة، ما خصني حتى حاجة، ما خصني حتى خير، تنقول لي حاجة تيجي بيا ربعة تنقول لي، ولكن خويا الفساد تيقول لك أنا هكا قبلتي عليا هكا مرحبا، ما قبلتيش عليا شوفي كي ديري. صبت خويا ولدت الوليدات معاه، ولد الوليدات معاه، أنا تزوجت على 14 عام ونص علاش تزوجت عنده، من 2006 دابا راه عندي 29 سنة. صافي والله العظيم كي اللي غادي يقول لك علاش قبلتي الخيانه على راسك، لقيت عندي 3 الوليدات باقي ما ولدتش الوليدات الاخرين الصغار، صافي قلت غادي نصبر على ولادي، ما عنديش اشنو غادي ندير، ما عنديش الحل اخويا صافي بقيت صابره. عارفه السيد قلت لك اخويا لقيت راسي انني والده 3 الوليدات، جوج بنيات ووليد، صافي انا محطوطه يعني قدام امر الواقع ان الراجل كيفسد الله يعفو عليه، صافي قررت نصبر، ما عنديش ما ندير، يعني ما نديش انا 3 الوليدات وانا هي الرابعه عند عائلتي. صبرت معاه يعني جميع انواع العنف دوزهم عليا، ولكن داكشي كيبقى خويا منو الله، فهمتيني كيبقى داكشي بيني وبينه، غنتحاسب غدا امام الله الا كنت ظلمتو، هي هذيك الا كان ظالمني ديك الساعات غدا امام الله راه غادي ياخذ العقاب ديالو، وانا كذلك. انا بقى خويا مصدومه لحد الساعه قسما بالله. صافي قلت لكم اخويا ولدت البنيه الاولى، بنتي الصغيره اللي عندها دابا عام ونص، ولدت تخيل نهار ولدت هو مشى عندها، انا كنت دايره لي واحد لابليكاسيون تليفون، اون فوا كتسالي المكالمه ديالو كتلاحن عندي تليفوني انا، المهم كنسمع شي حوايج انا ما عجبونيش، ولكن بقيت صابره، انا عارفه راجلي كيفسد ما هضرتش، قلت ما غاديش نشتت اسره على يعني حيوان حاشاك، ما بغيتش نشتت العش ديالي. صافي كنسمع شي حوايج ما عجبونيش، كنسمع تنشوف شي حوايج ما عجبونيش، صافي نهار 40 يوم ديال بنتي مدخل عليا جنابته حاشاكم على ولدي، باقي على بنتي باقا صغيره. صافي انفو انا نعس، كنت معارضه على الناس، صافي غير كملوا الكوتي ديالهم وداكشي، صافي مشاو، انا تلاح عندي داك الاوديو، داك الاوديو ما نكذبش عليكم راه باقي عندي الا بغيتو تسمعوه. تصدمت بزاف، صافي هزيت بنتي ومشيت، لا غد لي غير حسنت لها اليوم 40، لا غد لي هزيت بنتي ومشيت. صافي انا غير مشيت بديت كنلوح لي الاوديوات في الواتساب، سيد تصدم ما عرفش اشنو حيت داكشي كاين، يعني حصلته هو متلبس كما تيقولوا، سيد تصدم. صافي بدا كيطلب ويرغب ويحزر، جا حط لي 3000 درهم، كان شحال هادي خلى لي 30000 ريال ديال المدارس ديال ولادي، هزيتها ومشيت، هي فاش هزيتها ومشيت وجا حط لي 3000 درهم، 60000 ريال، قلت اللهم 90000 ريال وانا نرجع على وليداتي ونخزنها تحت مني وما نشتتش العش ديالي، حيت انا عارفه راجلي كيفسد، عارفه كيفسد. وعيطت لها هي، قلت لها شوفي اختي الله يرحم لك الوالدين، والطعام اللي تشاركت انا وياك، الطعام اللي تشاركت انا وياك فوتي عليك داك السيد، راه مزوج وعنده الاولاد، وانا راه شديت عليكم الدليل، هي ما تيقتنيش، هي ما فراسها ما يتعاود. المهم انا صارحه الله شحال هادي راه تقريبا عام ونص، ما بغيتش نفضحها، قلت ربما تكون ماده يديها الحنه، ما بغيتش اخويا، ما بغيتش ندمرها، عطيتها انذار، قلت لها ما فهمتيني، عرفتي انا باقا في اثر الصدمه، اسمحوا لي، قلت ربما يجيها شي ولد الناس ونشوهها انا، خليها نعطيها فرصه. صافي عطيتها فرصه، عيراتني انا، قلت لها نجدك وجدو، عيراتني بلوكاتني. تخيل في داك النهار عيطوا لي 10 ديال النوامر، كلهم رجال هذوك النوامر، وكنت معاه هنيت، اللي كيصوني عليا تنقول ليها هكا هضر، اللي صيصوني عليا تنقول ليها هكا هضر، ولكن اختي سميه الله يجعل البركه في الله يحفظ هذا السيد اللي دار بلوك في التليفون، يعني كلهم هذوك النوامر اللي عيطوا لي بلوك بلوك بلوك، وهنيت راسي حيت عارفه راسي انا اشنو كنسوى، واللي كيمشي بنيته ما عمره ما يخسر. المهم اخويا صافي عام ونص خرجت كنولد على بنتي عندها 5 شهور، انا نعس بالمرض حيت انا اخويا مريضه، عندي الاعصاب وعندي الاكتئاب وعندي المس والسحر، يعني تخلطوا عليا الدعوه، ولكن لله الحمد ربي اختارني والمؤمن مصاب. المهم اخويا عطيتو لهذيك 160، هذيك 160 الف ريال هي باش طرشني اكبر طرشه، وهي باش تضمني اكبر صدمه.
المهم اخويا على غد ليه جا السيد لقاني ناعسه يعني مكتئبه كنبكي تنقول رزق ولادي مشى بقى فيا الحال بزاف هز عليه الهم بزاف ما عرفتش شنو علاش تناقشنا هو يقول لي رضيت بالهم والهم مرضى بيا مني قال لي خويا هذا رضيت بالهم والهم مرضى بيا انا بقى فيا الحال تنقول كيفاش واش انا وليت هم انا معاشره معاه 15 عام وليت انا هم عليه المهم صافي بقات هذيك رضيت بالهم والهم مرضى بيا بقات كتحك ليا في قلبي مشى خرج رجع في العشيه من رجع اخويا ما عرفتش شنو قال لبنتي ديري ما عرفت ما دارتش ليه هو يقول لها شوفي راه غيجي شي نهار هاد بنتي اللي عندها 13 عام غيجي شي نهار وغادي نسمح فيكم وغنزيد انا كنت شاده التليفون كنخدم في القناه ديالي شي حاجه قال لها غيجي شي نهار غنسمح فيكم وغنزيد انا جات بنتي الدموع تلقاو ليها هنا ونت كنبكيو حتى سبت امر الله سبحانه وتعالى ناض حطات لي بنت وكلا مشي نعس قلت لولدي التليفون جري جيب لي التليفون مشى جاب لي التليفون ويا ريت ما جابوش يا ريت التليفون ما جابوش تما تلقيت اكبر صدمه واكبر صفعه واكبر يا ريت كل ما جابش التليفون صافي مع قلت لكم هذاك الشيء اللي سجل في 7 سوايع و42 ثانيه بغيت نلوحو في الواتساب ما بغاش يتلاح بغيت نلوحو في الشريط ما بغاش يتلاح صافي لحقتو في البلوتوث هو يعني جاي لتليفوني انا وانا كنتصنت قسما بالله العلي العظيم لك كامل كنتراد ولا بغيتي نسمعهم دابا شي مقتطفات نسمعهم ما يمكنش المهم ما نكذبش عليكم تصدمت بزاف واحد الحاله اللي انا فيها ما نكذبش عليكم المهم خليته حتى الصباح غيخرج هو وجمعت حوايجو وحوايج وليداتي صافي وانا نمشي مشيت من تما كنت غاديه بغيت نمشي نجي للنيشه اللي هنايا تعرضات ليا لوستي دات نيشه الحوايج لدارها دات الحوايج لدارها خرجت بشنطه وخمسة الاولاد و30000 ريال في جيبي خمسة الأولاد وشانطة و30000 ريال بجيبي ركبت ب10000 ريال بقيت عندي 20000 ريال هي باش كريت والحمد لله تسلفت مع الناس اللي كنعرف حيت أخويا أنا مولفاش نمد يدي ودابا المسؤولية ديال خمسة الوليدات صعيبة وأنا أخويا دابا مكنتسناش من الناس يعاونوني يعني بالفلوس أنا كنتمنى منهم بغيت منهم ثلاثة الحوايج جوج الحوايج اللي بغيت منهم أولا أنا كنطيح عندي مس يشوفوا لي شي راقي يطوع شي راقي ويعالج الحاله ديالي حيت انا حالتي ورث عليها ما نكذبش عليكم والطلب الثاني اللي كنطلب من هاد الناس هما يشوفوا لي شي جمعيه ديال حقوق المراه حيت انا فعلا كنتعرض للتهديد حيت قلت لهم غنفضحكم وهما كيتحاولوا غير تنكذب ولكن هاد الشيء كامل لحقتو في القناه ديالي يعني كامل هاد الدليل اللي شفت لحقتو في القناه ديالي واخا لحقت غير مقتطفات ما يمكنش هي اللوحه داك الشيء اللي يعني داكشي اللي بيزار ما يمكنش هي اللوحه خليتو هذاكشي للوقت ربما تكون شي حاجه لحقت المهم شوهتهم في اليوتيوب مني شوهتهم في اليوتيوب درت المدينه اللي انا ساكن فيها يعني يعني بحال قلتي درت بوم كلشي سميه وجمال سميه مولات لاصال جمال سميه مولات لاصال جمال المهم صافي وليت كنتعرض انا لتهديدات دابا انا يعني مني شوهتهم وليت كنتعرض لتهديدات قال ليهم غادي ندخل اقسم بالله تندخلها للحبس وثاني اقسم بالله تنقتلها بغيت نقول ليه من هذا المنبر يعني غير ضروري غادي يشوف هذا اللايف هذا الا كنت اخويا غادي ندخل للحبس على كرامتي الا كنت غندخل على كرامتي مستعده ندخل ليه قسما بالله العلي العظيم انا مستعده قلت الا لقيت شي جمعيه ديال حقوق المراه ما غادي نكون يعني ممنونه ليهم اقسم بالله العلي العظيم هاد الهضره ما بغيتش نقولها الا ضربني داز عليا بالطوموبيل بحال داز على سراق الزيت وهرس ليا جوج ضلعات انا وما تشدش النهار حيت عنده الفلوس حيت عنده الوفود ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيكم دمرتوا لي حياتي ودمرتي لي انت شبابي ودمرتي لي حتى مرت ولحتيني كليتيني الحم ولحتيني على ضب ما نسمحش ليك